توزيع الشهادات بالحفظ على من حفظ وجلس للصبر، جزاكم الله عنا كل خير. أنا يوم السبت قعدت من قبل العصر، يعني ما بين الظهر والعصر إلى أذان المغرب، في بقعدة مثل هالقعدة ما قدرت أقوم إلا بالصلاة. طالب عم رايح وطالب جاي عم يعملوا سبر أو عم يسمعوا أبدا، فضل الله عز وجل. غير اللي عم يسمع لهم الشيخ وليد جزاه الله عنا كل خير، نور الدين الأشقر ما أجا، معناتها للجمعة الجاية. أنا بعذر اللي ما أجا اليوم، خاصة اللي بيته بعيد ومطر شديدة جدا جدا جدا. الحمد لله مع ذلك العدد جيد، الله يرضى عليكم. أنا بطلع على كل شاب من هدول الشباب على أنه أب بكرة ورجل، بجوز قائد، بجوز مفكر، بجوز داعية، يعني يظهر ما بنعرف شو بده يطلع بكرة. إن شاء الله بيطلع أحسن منا كمان، وعبادة نفس الشيء إن شاء الله بيطلع أحسن منا. طيب محمد بن عارف سيجري، بتتقل له محمد، وين محمد؟ تعال. في عندنا جزء 30 وفي عندنا جزء 29، في عندنا هذا أحمد 30 و 29 شفيها موجودة. تعال ابني خذ هيك، خلي اخذ انا وياك صورة بمعية الشيخ وليد. تعال عندي لهون 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 عشان ما ترضي ضهرك للشيخ باسل. خذ الصورة، يلا مبارك ان شاء الله ابني مبارك، وهي ابوك هون موجود فرحان فيك. سلم علي، مالك سلم علي، يلا ابني مبارك ان شاء الله. احمد اخوه احمد سيجري كمان الجزء 30 والجزء 29. هات صورة هيك خدنا، تعال عندي لهون كمان. شيخ بلس الموبايل، قرب 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 قرب، ما بصير غطي على الشيخ باسل، هذا أول أستاذ عندنا بالمركز وأخوه أول طالب. مبارك إن شاء الله، يلا جهز لي على 28، هدول 29 و30 بكرة إن شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طيب عبد الكريم بركات أسامة، عبد الكريم ابن أسامة بركات، بدنا نصير نعاقب كل واحد ما بيجيب أبوات بياخذ الشهادة بيدفع 50 ليرة تركي. احنا شو بنعمل؟ بندعم المركز، شو بدنا نعمل؟ خدنا صورة الله يرضى عليك، شيخ وليد ها كمان، يلا الله يرضى عليك. أي فكرة يعني هي التشجيع، أنا ما بحب الصور. محمد الهادي ابن زكريا قصاب، هي واحدة، هذا بيته جنب العدلية، بس مع هيك وقت بيجي بنعطيه بنخلي له اياهم. وهي كمان صاروا تنتين، واحدة 27 واحدة 28 وعاطينه 29 و30. محمد ابن غسان خوجة، مين هيك ابني؟ مبارك يا محمد، قرب عندي لهون. هذا محمد ما شاء الله شايل طريقه سرعة 100. طب انا هلا بخلص 5 اجزاء وداخل بالسادس، يعني بس يصلى ياسين بيكون خلص ربع القران. شيء حلو والله، شيء حلو والله، شيء حلو. بسم الله، يلا ابني مبارك ان شاء الله، الله يرضى عليك يا رب. مبارك وليد ابن محمد بدر الخلف ووسيم. انا بدي اقول شغله، هيك هذا وسيم اللي عمره 7 مو هيك، ابن اخونا الشيخ وليد، حتى نحكي نعرف قدر الاهل. ابن اخونا الشيخ وليد عمره 7 سنين، ابوه اللي عم يهتم فيه، ابوه جده يعني. يعني إلا انه عمره 7 سنين احسن طالب عندي بالمركز، والله ما عم جابني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هيك براءة، ابتسامة،
يعني مكن حمص ماكن وبيجي امتى سبت واحد لانه بيقوم الصناعه ما بعرف وين سبت واحد بيجي لذلك يوم الخميس بكون بالمدرسه يعني بعيد يعني انه يجي فوسيم ووليد هذول اثنين ناخذ الصوره للشيخ وليد ونعطيه للشيخ وليد لانه هو عمه هو عمه للشيخ وليد طيب مروان ابن محمد فيصل معصران انا وياك ضيوف انت حمصي وانا شامي ما يكلوا حلوين مبارك يا مروان الله يرضى عليك ان شاء الله عقبال وختم القران سيجري من جسد شغور مو هيك سيدنا ابوه طبيب اسنان ما شاء الله وكان بيقول لي تعال عندي خاف من دكتور اسنان الله ابو عامر لا تروح في ضيافه ديتين بس اقل من ديتين اقل من ديتين انت بتاخذ ضيافه لابوك طيب الان الدعاء مع فضيله الشيخ فوزي سيدي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا اكرم الاكرمين صلاه تفتح بها ابواب الرضا والتيسير تغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك اللهم افتحنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا وعقر علينا قبله الشريف صلى الله عليه وسلم وزي عنا ما هو أهله يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحم أهلنا في إدلب اللهم ارحم أهلنا في إدلب اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا اللهم ثبتهم اللهم دفئهم اللهم أعينهم اللهم مدهم اللهم عليك بالروس اللهم عليك بالصين اللهم عليك ببشار ومن والاه فانهم لا يجوزونك اللهم شتت شملهم قلل عدتهم خالف بين كلمتهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم وتدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم صب عليهم سلط عذاب انك لبالمرصاد اللهم يا رب انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين الشيخ هذه السنة إن شاء الله أول سنة كيف يطلع معنا وإن شاء الله ما تترك بعض عن الحج والشيخ باسل السنة السادسة بفضل الله وإن شاء الله قريبا أبو عامر بنطلع بخدمته كمان بإذن الله وأبو معاذ وأبو عبده والجميع خلوا ببالكم هذا المركز فيه له فوج فلازم ندعم هذا الفوج لأنه نحن عم نصرف على المركز 70% 75% من الفوج يعني لما بتجيب حجة إلى المركز أو لهذا الفوج أنت عم تدعم المركز بطريقة أو بأخرى طيب ضيافة يلا يا